حساب. ما عرفوا حساب يا مسيو، ما كان يخبرنا ما يخبرنا. جايبني خذي خذي انتي نوبة، سيري لعبي. والله سيري تلعبي بيا الصغيرين وتقيني منك الا مفلفل بقملان، ايش لا يفيد فيش حل تراب ولا دويات. السلام عليكم يا شباب خلف. وعليكم السلام. حيا الله فايلات. كيف حال شاب خلف؟ الحمد لله وصلت. شيء نعم. كيف حالك شاب خلف؟ اهلا ابوي. قال لك حد عندك مكان حال نفر واحد شيء؟ اسمع قوانين جديده اليوم حال مو باغتنا قال البيت مو سبب. انت اول خبش وجهك زين. يا لسه خبش. صبني دينك. وصبني زين. ونظف عمرك عندي الحلوطيه. وتنظف زين. اي بالله قال يجي لهم عندنا عرب. هم يجي يسويوا؟ يجوا يكلمونا بخصوص اختك عايشه. بو خلف اعطينا الفافيخ. ما هي الفافيخ ما هي شيء. سيروا غيبوا عني غيبوا. بعدكم واقفين؟ هيكم. وقفين كيف تقول ما جعلنا من فافيخ الدكان ما بتروس من فافيخ ما تبيع ولا ايش ترده لا ما اسمع ولا ما اشوف غيب عني يا الله غيب عني غيب عني غيب ما اشوف وجهك ما تعطيني 10 ابيات ولا مو عندك ما اعطيك يلا 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 سوي انتهي يوم سوي هذا غبشة الدكان مو هذا من كدك ولا من يلا 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 مو سوي هذا تعلق ما هذا ما تسوي ما خلاص تعلق ما تسوي اقتلني ما خلاص ايش توضع عليك يا دهك تعال حاجة تعال ما ردسكم تو ايش يا ربي ايش يا ربي اقول لك ابغى بس اعرف بو هناك يستوي انا ما ادري في حد شيء ولا اقول في حد شيء اقول لك ابغى اعرف بو يستوي هناك بعد زين اعرفش انك باغي مثل ما تقول تعرفي مو الاخبار يعني مو هو باغي يتزوج ام يوسف ولا لا نحن هين تو نحن تو تو في السكه زين اعرف انه في السكه انا يعني هين نحن بعيد عن بيت ام يوسف ولا قريب ايش اقول بعيد وقريب عن بيت ام يوسف الله يعزك انا اعرفك انا عارفك انك بتسالني عن بيت ام يوسف عن هيجه تعالي بعد انت عارفني بعد والله علوم زينه بس انا جاي لك في موضوع اذا سمحت اذا كان موضوع غوالي سمعت مني ما اسمح